في يوحنا 15 اذا تسمحوا لي اقرا بعض الايات يوحنا 15 من آية 25 أو خليني أقرأ من 22 لو لم أكن قد جئت وكلمتهم لم تكن لهم خطية وأما الآن فليس لهم عذر في خطيتهم الذي يبغضني يبغض ابي ايضا لو لم اكن قد عملت بينهم اعمالا لم يعملها احد غيري لم تكن لهم خطيه واما الان فقد راوا وابغضوني انا وابي لكي لكن لكي تتم الكلمه المكتوبه في ناموسهم انهم ابغضوني بلا سبب واعتقد الذين يروجون لهذه التعاليم هم ابغضوا يسوع المسيح مع انه بيتخفوا انهم بحبوا المسيح ولكن لا هذه كراهيه مباشره مواجهه ضد يسوع تبغض يسوع تبغض عمل يسوع خلاص يسوع تبغض كل ما يمثل او يتمثل به يسوع المسيح فاذا في محاسبه للكنيسه وفي دينونة على اليهود لأنهم رفضوا قالوا لا نريد أن مثل هذا يملك علينا ليس لنا ملك إلا قيصر مع أنه اليهودي يؤمن أن الله هو الملك فتخيل حتى يدينوا يسوع اضطروا أن يتنازلوا عن مبادئهم ويقولوا ليس لنا ملك إلا قيصر عجيب غريب الانسان